ما تحقق الحقيقة يعني يفوق التوقعات، خصوصا إذا أدركنا الآن أن الجميع يعيش هذا العام وكل الأعوام القادمة إن شاء الله بهذه الرؤية التي استطاع سيدي صاحب السمو الشيخ بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أن يكرس كل الجهود، وبمتابعة حديثة من سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ليكون هذا التواصل ما بين كل أفراد المجتمع وعلى المقيمين على هذه الأرض من مقيمين مواطنين، والإنجازات تحققت الحقيقة في إرسال رسالة إلى العالم من أرض دولة الإمارات المتحدة، كما رسخ هذا الجانب في جميع تعاملاتنا اليومية سواء على مستوى المؤسسات وكذلك على مستوى القيم الموجودة على مستوى المناهج الدراسية على مستوى الإعلام على مستوى العالم فيما يتعلق بالثقافة الفكر الاقتصاد، وتوج هذا كله بأكبر حدث على مستوى المنطقة وهو التقاء البابا مع سماحة شيخ الأزهر لتوقيع هذه الوثيقة العالمية وثيقة الأخوة الإنسانية، وهذا دليل على أن دولة الإمارات المتحدة تخطو خطوات سريعة ومتسارعة كذلك في هذا الإطار وتقدم ما لديها من دعم لجميع أقطار العالم لتبقى هذه الرسالة رسالة دولة الإمارات المتحدة. عام 2019 هو كان عام التسامح، التسامح ما بينتهي بانتهاء العام، التسامح هو نمط حياة في الدولة عندنا وهو مرسخ بين المواطنين والأخوة المقيمين على أرض الدولة وبيستمر إن شاء الله حتى لو انتهى عام التسامح.